استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 ميلادية نيافة الأنبا ماكاريوس أسقف إبرشية المنيا ومجمع كهنة الإبرشية. ألقى قداسته عليهم كلمة روحية عن الكهنوت وأخرى عن الصوم المقدس. في الصوم ادخل إلى مخدعك، ادخل إلى قلبك واغلق بابك، اغلق فمك واغلق فمك لكي ما تسبح الله، وتبقى كده زي ما بيتكتب على بعض المحلات مغلق للتحسينات، مش كده؟ مش عارفينكم بيعملوا كده برضه، يقفل المحل ويحط عليه قماش أو خيم أو حاجة ويغلق مغلق للتحسينات، نبقى رايحين جايين في الشارع، ده هيبقى إيه المحل ده؟ هيبقى شكله إيه؟ هيبقى الديكور بتاعه إيه؟ هيبقى ألوانه إيه؟ ويجي يوم الافتتاح يبقى مبهر، تيجي يوم القيامة قلبك نقي قدام مسيحك. أول نقطة في مثلث الخدمة الناجحة الرعاية، بس وأنت تخدم في الرعاية حط نصب عينيك الوحدانية. بنصلي بنقول وحدانية القلب التي المحبة فلتتأصل، تتأصل يعني إيه؟ أصيلة، تبقى لها جذور. حط في يعني قدام عينيك وأنت بترعى وحدانية الناس، وحدانية الخدمة. ثم أجاب قداسته على أسئلة الآباء الحاضرين. لا تضع سلامة في عفوان الآخرين. طبيعي أن أنا هسمع كلام فهتأثر بيه. ما هو إحنا بنسمع كتير خالص وبنحطه على المسبح عند المسيح يشيل عننا. وفي ختام اللقاء وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا صورا تذكارية مع قداسته.